النهارده كانت اولى جلسات محاكمه وسيم يوسف اللي غضب عليه ابن زايد. الناس هتموت تعرف عمل ليه لابن زايد، خلى القلبه دي ليله يتقلب نهار ونهاره يتقلب ليل. النهارده كانت اولى جلسات محاكمه وسيم يوسف اللي غضب عليه ابن زايد رغم تعريضه اللي كان عامل اكتر من حنفيه بيتكم. وسيم كان فاكر ان الموضوع هيعدي ورايح يهزر وكده. ايه اللي بيأكد الغضب ده؟ طبعا المشاهد السابقه على وسيم يوسف، سواء نقله من امام مسجد الشيخ زايد لمسجد صغير وبعدين تحويل المحاكمه بقضايا سياسيه. راح المحكمه النهارده اللي ما تصورتش فيديو، انت عارف مفيش محاكم في الخليج بتتصور فيديو، انما في ايه؟ في جرايد تكتب اللي حصل في المحاكم، جرايد الرسميه للدوله، فتعرف ان ده اهدر دمه خلاص من زمان. راح المحكمه النهارده وسيم يوسف كان فاكر ان الموضوع هزار، القاضي هزقه ايام تهزيق، اللهم لا شمات. تأجيل محاكمة وسيم يوسف بتهمة نشر الكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية ل 18 مارس. نفس التهم سبحان ربك اللي كان بيلقيها، أقل تهمة دي من التهم اللي بيلقيها وسيم على اللي هم المعارضين. وقام وسيم قال له أنا مش موكل محامي، ولدى قيام هيئة المحكمة بتوجيه سؤال متهم ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامي للدفاع عنه. رفض، قال لك انا هدافع عن نفسي، شملول جامد قوي وسيم. فاخبرته هيئه المحكمه بانه بدفاعه عن نفسه والتمسك بعدم توكيل محامي سيتم حجز قضيه للحكم. قال له انت لو ما جبتش محامي كده هنحجزها للحكم. فتمسك المتهم برايه وابدى بموافقته على حجز قضيه للحكم. وقام المتهم، بص بقى الحته اللي هي ايه دي، تفهم انها جايه من ديوان مباشره. وقام المتهم بتوجيه التساؤل للمحكمة لدى الدفاع عن نفسه قائلا أين التهم؟ فين التهم اللي عندكم ضدي؟ أم المحكمة لفتت نظره بأنه متواجد للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع طلب مطالبته بالنظر إلى المنصة وهيئة المحكمة فقط عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني. قالوا له وسيم، بقول لك فاكر الموضوع هزار، قال لك أنا هدافع عن نفسي، قال له هنحجزها للحكم لو ما جبتش محامي، قال له موافق. قال لهم فين بقى التهم اللي عليا؟ واضح ان وسيم بيتكلم بقى ايه، بيلف للحضور ويعمل ايه شوي. فالمحكمة قال له بص يا حبيبي، اولا انت هنا تجاوب بس، ثانيا ما تبصش الا لينا بس، ما تقعدش تلف وتعمل شو، انت في المحكمه اللي هتنفخك مش في برنامج تلفزيوني. اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. ده ملخص ما دار في محاكمه الداعية لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة وسيم يوسف النهاردة. محاكمة الداعية الأردنية الإماراتية وسيم يوسف بأبو ظبي. محكمة جنايات أبو ظبي في جلستها في 3 مارس عام 2020 باشرت النظر في أولى جلسات محاكمة الداعية وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة. وخلال الجلسة قالت له النيابة أنت متهم بنشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. المدعي بالحق المدني قال أثناء المحاكمة أقدم لهيئة المحكمة وكالة خاصة مني إلى عدة محامين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوة مصدق عليها من الكاتب العدل. فقال الداعية وسيم يوسف أنا لم أوكل محاميا للدفاع عني. وخلال الجلسة سألت المحكمة المتهم ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محام للدفاع عنه من عدمه. فأكد الداعية وسيم يوسف للمرة الثانية أرفض ولي رغبة في الدفاع عن نفسي. فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محام سيتم حجز القضية للحكم. فقال الداعية وسيم يوسف أصر على رأيي وأبدي موافقتي على حجز القضية للحكم. وبدأ المتهم دفاعه عنه بنفسه
بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه: أين التهم؟ ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه متواجد للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني. ونفي وسيم يوسف ارتكاب التهمة المسندة إليه قائلاً: إن البينة على من ادعى، وبرنامجي هو برنامج عالمي وليس برنامجاً يقتصر على المستوى المحلي، وأنا لم أقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية. حديثي عن صحيح البخاري كان القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر. لفظ الظلميين الذي استخدمته في تغريداتي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر كان القصد منها تنظيم داعش وتنظيم الإخوان المسلمين. من جانبها قالت هيئة المحكمة: نحن نخيرك ما بين التأجيل لتوكيل محامي الدفاع عنك أو حجز القضية للحكم. فقال الداعية وسيم يوسف: أنا متمسك برغبتي في حجز القضية للحكم. فيما طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي. وسيم يوسف كان بيحاكم النهاردة، وكانت واحدة من التهم الموجهة ليه المقولة بتاعت الظلاميين. تعالوا أذكركم بها: شيخ الظلاميين هؤلاء داعش أرجل عنكم، داعش أقوى عنكم وأشجع عنكم، وفيهم مرجلة، لكن أنتم جبناء تخفون أفكاركم. وداعش على فكرة ما خالفت فتواهم فتوى واحدة ما خرجوا عنها من هؤلاء، فلهذا الحمد لله الذي جعل خصمي هؤلاء وداعش والإخوان، والحمد لله رب. النهاردة حاول يبرر هذه المقولة زي ما شفتوا الانفوجراف بتلك الكلمات، كما قرر بأن لفظ الظلميين الذي استخدمه في تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر كان يقصد به تنظيم داعش وتنظيم الإخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي. لا يمكن أقصد به الشعب الإماراتي. كمان كان ليه هجوم شرس على البخاري سئل عليه في المحكمة. اسمع قال إيه بس الأول عن البخاري: عندي قناعة مطلقة، وأعلم أن هذا الكلام لن يعجب لكن سأقوله، أنا عندي قناعة، الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان. الإيمان بريء منك، والرحيق أنت بينك وبينه 13 شارع. ده كان تبريره لما قاله عن البخاري النهاردة في المحكمة. ونفى المتهم ارتكاب التهم المسندة إليه، مشيرا أن البينة على من ادعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجا محليا، وأنه لم يقصد أبدا إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، بالإضافة أن حديثه عن صحيح البخاري القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر. النهاردة الإماراتيين كانوا فرحانين بمحاكمته، أو فلنقل إن المشاعر الفياضة لدى الديوان نقلت إلى الإماراتيين. فهمني؟ طبعاً فهمني. الحمد لله والشكر على هذا الحكم اللي صدر اليوم، هذا بفضل من الله ومن وكرم، فالحق هو العدل. الشكر إلى القضاء العادل الذي قال كلمته. الشكر للأخوة المحامين الذين تبرعوا بتولي هذه المهمة دون النظر إلى المقابل المادي، فكان تبرعا يشكرون عليه. الشكر لكل من ساهم معنا بالدعاء ونعرف ذلك جيدا. الشكر لمن وقف معنا بدعم من طرفي بالكلمة الطيبة. الشكر لقيادة هذه الدولة التي تاحت للجميع
فرص التقاعد. كما يمكنكم متابعة البث الحي لبرنامج مع معتز على موقع فيسبوك عبر الروابط التالية: الصفحة الرسمية للإعلام معتز مطر، والتي تحمل العلامة الزرقاء على الرابط matar.bg/، أو من خلال الصفحة الرسمية لقناة الشرق على الرابط التالي الشرقتيفي.official/. كما يمكنكم متابعة البث الحي للبرنامج عبر قنواتنا الرسمية على اليوتيوب، وذلك عبر القناة الرسمية للإعلامي معتز مطر، أو من خلال القناة الرسمية لقناة الشرق على اليوتيوب الشرق تيفي. أيضا يمكنكم مراسلتنا ومشاركتنا فيديوهاتكم وصوركم ومقترحاتكم عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 009545613723، أو من خلال رسائلكم على الصفحة الرسمية للإعلامي معتز مطر على الفيسبوك.